هذا ما نطبقه ونحققه في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، لما حملناها من دور بارز في بناء الوطن وتربية الأجيال، وبمنهج وتخطيط سليمين لنغني وطننا لبنان بجيل عربي واع مثقف. لذا فإننا ندعو إلى مزيد من التعاون والتناصح والتلاحم والترابط والتعاضد بين كافة الفئات الخيرة العاملة في سبيل إنجاح مسيرة هذا الوطن وتحقيق صيغة تعايش حسنة بين اللبنانيين، لتتماسك جبهة وطننا الداخلية ويأخذ دوره بين أسرته العربية، فيصير بجيشه الباسل قادة وضباطا وعناصر، وبشعبه الأبي في مواجهة العدو الصهيوني لتحرير جنوبه الغالي. سير الأكابر أطرت بشذاهم.